تراسي مشترك شوف المشاهدين الكرام على قناة الشعب قناة شوف تيفي يعني احتفاء باليوم العالمي للمرأة تنظم الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وشبكة النساء المنتخبات يعني بشراكة مع المجلس الجامعي لمدينة الرباط نحو ندوة تحت شعار الدبلوماسية الموازية دور النساء المنتخبات محليا. كنتو تشوفوا معنا مشاهدينا الكرام عدد من النساء المنتخبات كل ربوع المملكة جاو هنا عند الرباط باش انا نتقاسم التجربة ديالهم ونستافدوا ايضا من هاد الندوة. باقي دوك الرئيسات على علاقة معهم فيما يخص هذه التجربة الاستعانة كنشكرو بزاف لأنه حتى هو أستاذ في هذا الميدان هذا عاوني بزاف وشجعني على هذه التجربة. أنا بغيت باش نوريكم الطريقة كيفاش ديرو. انايا الاول ما عرفتش انا خفت كيما بحال المره باين بانه حتى وحده ما غادي تزعم كتقول انا كنشوف 60% ديال الصندوق 30% ديال الجماعه و 10% ديال الجماعه الاخرى اللي غادي ندير فيها المشروع كتقولي انا منين غنجيبها 30% راه ساهله ماشي واعره لا ساهله راه كاين المجلس الاقليمي كاين الجهه كاين بزاف الديبات اللي كتقدري تقويهم وفي هذا النطاق هذا لانه هذا توجه ديال جلالة الملك ما يمكنش شي حد يدير غير فوزيك بحال هاد القرار لانه هذا كيخص الدولة والدبلوماسية وما يمكنش شي حد يدير فوزيك حتى حتى المشكل ديال انا كنت دوزت الدور تقول الاعضاء غادي انا كنت كنقول يا اخي ما الاعضاء غير تحت ما غاديش شي لانه هذا مهم غير تشجعوا وزعموا وهذه مهمه لكم حتى نتوما في المسار ديالكم السياسي لانه انكم تتعاونوا حتى نتوما في الدبلوماسيه والدبلوماسيه الموازيه واش نقول المهم انا انا موجوده انا موجوده التجربه ديالي انا هي هنا في شارع اللي بغاتش شي يعني عندها شي مساحه ولا شي حاجه مرحبا بها حنايا راه في شارع لا انا لا كنت فاطمه وبراكين فين حنا راه شي رعاه ولا حنان حتى هي عضو معنا في المكتب وكاين حيدوي ديال يوسفيه. شكرا السيده الرئيسه. غير قبل ان اعطيك الكلمه عندي واحد الاشاره صغيره لان السيده الرئيسه قالت لنائب الرئيس الجمعيه انها مستعده للتعاون. راه حنا كذلك في الجمعيه المغربيه لرؤساء مجالس الجماعات الاطر ديالنا بالقياده ديال الاستاذه الجليله سعاد السيدي اللي هي الكاتبه العامه مستعدين اننا نعطوكم جميع المعلومات. Thank you.
نحسبش الاسماء دوك لا لا